تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية التي تدخل في نطاق المسؤولية. كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتي شهدت إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات. يأتي ذلك في إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري العظيم، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.